مظلوم كربله يا شايق الحرة الوجنة أنحلها طي السرى وطواها العين والنصب وجناء ما ألفت يوما مباركها ولم تنت عند تعريس لها ركب علامة بضروب السير أقربها منها إلى رايها التقريب والخبب تعبى جوانبها تأتي مباركها حب السرى فكأن الراحة التعب عجبي إذا جئت غربي الحمى وبدت منه لمقلتك الأعلام والكبب وحي عني الأولى أقمارهم طلعت من طيبة ولدى كرب البلا غرب فأعجب لهم كيف حلوا كربلاء وكم كانت بهم تفرج الغماء والكرب فأين تلك البدور الثم لا غرب وأين تلك البحور الفعم لا نضب قوم لهم شرف العليا من مظلم والمرء يؤخذ في تحديده النسب قوم كأولهم في الفضل آخرهم والفضل أن يتساوى البدء والعقب مطهرون يعني بيت الطهارة بيت الجلالة بيت الشرف تمثله الشخصيات الهاشمية جملة لا يقوم به فرد دون آخر بل كما قال نبي الرحمة أولنا محمد ولولا العصمة لكان كل فرد من آل بيت محمد يمثل محمد ولعمري ببركات محمد وآل بيت محمد كل فرد من شيعة علي يمثل محمد لست أنا أقول ولكن فاطمة تقول أمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم لكن بشرط وزعيم حق له فيكم الزعيم الحق هو أمير المؤمنين قوم كأولهم في الفضل آخرهم والفضل أن يتساوى البدء والعقب شلونهم قال فمنذر مصطفى بالوحي منتجب ومرتضى مجتبى بالهدي منتخب الواهبون لدى البعثاء ما وجدوا والمدركون بصدر الرمح ما طلبوا والمدركون إذا ما إزمة بخلت بصرفها وتجلت عندها السحب فكم لهم حين جد الأمر يقول معناه إذا صار القحط عام إذا مررت على محلة بني هاشم إنك في الجذب ترى الدنيا كلها مخصبة وهذه القاعدة إنما تمدح أهل البويتات إذا بسطوا يد الندى في أيام الفقر حتى قال الشاعر يقول فكلا تغب الحي جفنته إذا الكواكب أعيان وأهل مطر يعني معناه يقول إذا صار القحط الجفن ما تقصر الصماط ما يقصر ياكل دواما كل مرة ياكل هذا أول نقطة الشرف ليش؟
لأن القاعدة أولا من جاد ساد، والناس لا يخضعون غالبا إلا لمن أسدى عليهم معروف. أنا ما أخضع لك بتاتا إلا بالجميل وبالمعروف، سواء قيام خلاص معكم أحد. ايش ناس تدخل بالدم؟ كان جبت سراعة قلو، كان جبت الضرابي شوي شوي هنا من جاد ساد. وبما أن القاعدة لا يكون نبيا من الأنبياء إلا بعد بص اليد، النبي لا تكون لدعوته نفوذ حتى يبسط يد الكرم، ومن ثم الله جل وعلا إنما يقيض الثروات لأهل دعوة الحق. شايف له لا، ما بعث الله جل وعلا نبيا إلا وفتح له من الخزائن ما يسيطر بها على القلوب ويميل الأفئدة. يعني معناه إذا مثل فلان أصبحت أنت رهين جميله ومعروفه أحببته، غير أحببته. فإذا أحببتك، أحببت حديثك، أطعت أمرك، اقتديت بك، ألبس مثلك، أحكي مثلك، شايف الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فربما استعبد الإنسان إحسانه. نشوف إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إيه هذا الرجل الذي عنده 400 راعي، 400 راعي مو قطرة يعني. اليوم بزماننا إجا واحد مليونير ما أظن يملك هذا 400 راعي، كل راع هو وعياله ملك إبراهيم، ملك. يعني الرجال بين لك بعدا، الرجل مرته أولاده ملك إبراهيم، كل راع معه جملة من الغنم والإبل. يعني هذا إبل، هذا غنم، هذا بقر، مع كل راع. قولي الحديث بس وين هذا، إذا شوية قولي الحديث وين بس. مع كل راع كلب، لأن الكلب لازم لا يستغني عنه الراعي، تصور، لأنه يقاوم الذئب. مع كل راع كلب، في عنق كل كلب فوق من ذهب، كلام هنا، في عنق كل كلب فوق من الذهب. ليش هذا؟ إذا هذا ليش؟ أولا ليش؟ حكمة هي له لا؟ إبراهيم ممن يحب الفخر والاستعلاء؟ لا ما يحب، لكن لوافت، لافتة. تعرف لافتة شنو؟ اللافتة. هذا إلى من؟ قال لإبراهيم. هل ابن إلى من؟ قال إبراهيم. نشوف هالراعي منه؟ قال ملك إبراهيم. العائلة؟ قال ملك إبراهيم. هل الكلاب الذي عليها طوق من ذهب شنو؟ قال إبراهيم. أفمن يطوق الكلب بطوق من الذهب يطوق رجاله؟ لا، هاي لوافت يلفت النظر. نقول الآن
كما قال الإمام أول من سن الضيافة إبراهيم الخليل، وما سن الضيافة إلى أهل كرزكان يجون المالكية مثلا أو أطراف البحرين، لا، هذا نبي والأمة كلها شرع، هذا الذي بيضيف الأمة، كل من يجي بضيفه وبينطيه قدر يريد ثروة ولا لا، تبين لك شوية ثروة يريد، تبين أن جميع ما يملكه النبي إنما هو للأمة لأنه الولي. أنت أبوك الآن وعنده مليون، لكن المليون للأولاد، أنت تحايل ولا يلا يلا فلوس أبويا تزيد، لأنه القائم علي بالولاية وجميع ما يملكه فهو لي علي، البيان بين أهلك الآن، وجميع ما يملكه فهو عائد للأولاد، فجميع ما في قبضة النبي إلى الأمة لا للتطول عليهم. أول من سن الضيافة شسوي؟ قال يقعد على قارعة الطريق، يد على الدرب، قافلة، جماعة كلوا كثروا لا يأكل طعام إلا وعن يمينه وعن شماله، أما ضيف لو فقير لو مسكين، ما جاءه طالب حاجة ولا فقير إلا وأغنى. شلون يشتهر النبي؟ ما مثلا أنا الآن ما إلي شهرة، أنا ما إلي شهرة بتاتا، لكن من الله جل وعلا علي بنعمة صارت لي شهرة. الشهرة شنو؟ الشهرة مو بناية فلان ولا مؤسسة فلان، الشهرة أن جميع ما في يدك تصطاد به القلوب، وكل قلب صدته به دخلت به الجنة والبقية ثواب. سرور أدخلته على أخيك المؤمن، هذا السرور يدخلك الجنة والبقية كلها بجيتك، هذا أحسن لك من المؤسسة. ليش؟ لأن هاي دار تفنى رايحة تخلص من إيدي، أنا أشوفها تخلص ماكو فايدة. غرضنا من إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل جميع ما يملكه للأمة، وهكذا كل نبي جميع ما تحت يده للأمة. شلون؟ تبين أن النبي ليس له إلا ما يستر العورة، هذا الذي حاط في عنق الكلب فوق من ذهب، لا ليتطول ولكن ليطمع الناس، ليطمع الناس في نواله، فأصبح إبراهيم محبوب لأهل الأرض. نجي الأنبياء كلهم هيك، نعم، كان أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إذا أصبح حط المائدة، المديون يجي، الجوعان يجي، اللي يريد شيء يجي، لأن الأرض لمن؟ الأرض لله، الله جل وعلا يقول يورثها من يشاء من عباده والعاقبة. أما الآية يعني هاي الأرض وما عليها الله جل وعلا يورثها، مو يورثها أنا من عندي لولدي، يوم الثروة عندي ويوم عندك، شايف ولا لا؟ خلصت هالدولة دولتي، ولو أنا حقت الملايين، لكن رغم على ما أعطتي إذا أنا ما أدي حقها شالها من عند أولادي وانطاكية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخره، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة، يعني نتيجة إلى أهل التقوى، وإلا الناس يتراوحون على هذه الدنيا، كل يقول مالي، وكل واحد يطلع من الدنيا يضمه شبر من الأرض لا يملك من الدنيا شيء. كيف تملك الأرض وأنت لا تعرف ما في باطن الأرض؟ تملك بيتك أنت ولا لا؟ قلت ملكه أنت الآن تملك بيتك؟ شو قد تملك منه؟ تملك منه إلى القاع 500 فوت؟ تملك البيت أنت الآن وطدت الأرض من حجره؟ قادر على تأمينه لأن لا يسيخ؟ قادر على بقائه في يدك؟ بينما أنا أقول 50 ب50 مالي، وإذا هو شبر من الأرض يترك جسدي رمام، هذا إلي أنا؟ لسألك سؤال بالله، أنا للأرض أم الأرض لي؟ يقول لي أنا لها أو هي لي؟ منها، أتيال منها خلقناكم وفيها ناكم، وإنما الحياة مضمار سباق، يعني هذه مسابقة، هذا ميدان سباق، وميدان السباق يفوز من فاز غير، هذه مسابقة، هنا انطوك آلة السباق، احصان عندك، كل شيء عندك، الآلة عندك، خليتها عاطلة ما سابقت تطلع راسب. عندنا آلة السباق لو ما عندنا الآن؟ خطر زماننا عندنا لو ما عندنا؟
المؤهلات كلها عندنا. لو أردنا نسابق اليوم سباق بالنسبة إلى تقوية مذهبنا نقدر، ما بال الغير. أخذوا يغذون المذاهب، ما تجي إلى فندق في سوريا ولا في مصر ولا في إمارة من الإمارات إلا وفيها الملايين تشتغل، حتى أصبح المذهب الذي يحتوي على مليون صار 20 مليون. إحنا عمي ما بينا مليونية ولا عدنا أوادم ولا ما عدنا أوادم. أشو هالأوادم الموجودين عدنا كل يوم 10 و20 ولد نختارهم. ليش؟ لو أن هناك رجال يصطادون القلوب لأتلفت القلوب مع بعضها البعض. أفلا نقتدي بساداتنا؟ أفلا نقتدي بالأنبياء؟ ليش طرشوا نبي؟ قال النبي معصوم، عمله محكم وقوله محكم عن الله جل وعلا حتى يقتدى به ويؤخذ بقوله. أنا أخذ بفعل الأنبياء وأقوال الأنبياء أم نأخذ بأفعال الجبابرة؟ إحنا الآن مقتدين بجبابرة ولا مقتدين بجبابرة وقياصرة وكياصرة، ولا مقتدين لا بأنبياء. 100,000 نبي هو 24,000 نبي خليناهم ورانا، لكن وين كسرى وقيصر؟ إحنا الآن حقيقة كل واحد منا جبروت. إذا قعد كسرى عن يمينه 1,000 وعن شماله 1,000 كلها واقفة عليه غير، صور له لا هذا كسرى. كسرى اللي يسموه العادل وعنده 600 صورة، عنده 600 صورة يعني مال بناتها، عنده 600 صورة يمطي رجاجيل يجيبون لها. كرة تاريخ كسرى راويك ربك الله جل وعلا يعطي نبي أكبر من ملك كسرى لكن ما يحط صور بنات ولا يستعبد الخلق، وإنما النبي يصطاد القلوب وجميع ما في يده للأمة لا له. أزيد من سليمان من داود الله يقول وخذوا الراسيات إلى من؟ لعائل فلو العالم، يعني الأمة عائلة على النبي، وإذا هي عائلة خميص الفقير. وخذوا الراسيات الجين والإنف والعالم كله يشتغل على حساب منه، على حساب سليمان ولاده متنعم لو على حساب الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله جاب الدعوة، صورها الدعوة، الدعوة هذه الدعوة لا تنفذ مثل المسمار، ما تنفذ إلا بمطرقة. الدعوة لا تنفذ إلا بالمال، تعزيتنا هاي ما تصير إلا بالمال، جمعيتنا ما تصير الآن إلا بالمال، بغير المال ما يصير. الله جل وعلا قدم المال، قال المال والبنون الذين يجاهدون بأموالهم وبعد أنفسهم. نحتاج شوية لعلنا شوية نبتعد أو نرتدع أو ينقدح في قلوبنا أو نهتدي إلى الطريق أو ينكشف القناع شوية. رب كلمة هو قضية احنا شبعنا هالسنين المارة على قضية أخلاق وخلق، هذه عرفناها لو لا؟ بس هذه تشب بعد ما أغنى منها انتهى الأخلاق. نفس علي الأكبر أخلاقه من وين؟ أخلاق مما ذكرنا، أخلاق وأخلاق أنبياء غير أخلاق، أخلاق بشر لو أخلاق أنبياء. إذن أخلاق الأنبياء هاي عمي هاي يعني محصورة إلا لواحد دون واحد؟ تقدر تتخلق بأخلاق الأنبياء وما تقدر؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقربكم إلي أشبهكم به. من هو يشبه رسول الله؟ إحنا عمي نشبه أبا جهل، أبو جهل بس حاط إيده ومبند يدور الفتنة ويشط عصا الناس يورث الفتنة. إحنا نقتدي بأبي جهل، شوفه ما تشوفه شال الدفتر والقلم أو شال البشت ومشي بيت فلان بيفرق بين فلان وفلان غير. إحنا نقتدي برسول الله يطرق الأبواب للهادي. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان له بيت مملوء من ذهب، فأصبح وليس في البيت شيء. الآن صحيح أنت الآن يدش عليك 10 مليون يصبح من الصبح ما عندك شيء، لو من زمان راحت البنك. هذا ها طالع، هذا الذي عنده بيت مملوء من ذهب، بيت مملوء من ذهب، وجي سلمان يدور على حجر النبي بأمر رسول الله يقول له هذا عرابي عندنا مسلم، روح إلى بيتنا شوف تحصل لأكل ولا جوعان. هذا
طرق أبواب زوجات النبي، فخرجنا يضحكن، هذا اللي زوجهم عند ترس بيت مملوء ذهب، خرجنا يضحكن وهن يقولن يا سلمان لا نملك في البيوت إلا الماء. شنو صبره؟ مو مقام صبر هذا، مقام تأذية حق ورتبة. هذه هذا الذي بيت من ذهب، بيوت النسوان يقولون ما نملك إلا الماء، وانت فتش دواما في الحكيم وقابل النبي. صدق على أن النبي أهل احتوى بيت النبي ليلة من ليالي على دينار؟ صار عند مرة من النسوان عندها البوك به الأنواط، صار مرة عليها مولانا جايب لها زينة، قال لها شوف إن كنتن تردن ترى رئاسه شرف مع الزينة، ما يصير تصيرون أرقى من الناس، ما يصير، ترى السيادة على الناس خدمة للناس، سيادة على الناس مو تحط رجلك على. لا عمي، ما خلق الجبار جل وعلا الخلق وجعلهم عبيد. كلمة يؤثر عن عمر بن الخطاب، قال متى تعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرار؟ أحرار لو عبيد. نشوف نشوف أمة وإلى الآن إنما يعطون من يستعبدونه، إنما يقدمون الطعام لمن يستخدمونه، يجعلون خادم. فرق عم شايف له؟ لا فرق، فرق بين من وضع الطعام للاستعباد وبين من وضع الطعام للإنعاش. استعرض أنت، استعرض أئمة الضلال كلها، واستعرض أئمة تشوفه من أمير المؤمنين إلى أن تجي إلى علي بن الحسين إلى الإمام الباقر إلى تشوف البيت ما بيشوي الأصماخ منه لهناك، ما تضي العابد يمون 8000 يومية، عمي بيتها 8000 يومية على صمات ضي العابدين، يعني على صمات ضي العابدين 8000 يومية عقب مقتل الحسين لو قبله. تتأمل هالبيت عالي. احنا الآن إذا قمنا نقرأ ونقول إن الحسين يمكن مطوع مايع أولاده الآن مايعين، كل واحد يحمل شخصية ومن جانب يقوم برعاية الأمة، كل واحد من جانب مو قاعدين. زين الحسين عنده مضيف لو لا بحياة أبوه؟ الحسن عنده مضيف لو ما عنده مضيف؟ كلها عندي بالمضيفات والعطاء. زين إذا إجى رجل مثل يستعطي من عند أمير المؤمنين واندفع إلى الحسن يقول له أبوي انطاك؟ إذا إجى عند الحسن يقول له ترى الحسين ترى أخوي انطاك وروح؟ هم بعد استعرضها؟ لا أزال أنا أشربك وانت استعرضها، يعني روح فتش وشوف. إذا إجى يستعطي من عند الحسن انطاك شنو ينطي؟ يعني ينطي 50000؟ زين يعطيه مثلها؟ يروح لعبد الله بن جعفر يعطيه مثلها؟ سادة لمو سادة؟ هذا العطاء سادة، ومن الأخلاق سادة، ومن العلم سادة، ومن الطول سادة، ومن الجمال سادة، ومن التواضع سادة. عمي ما خلوا بنو هاشم فضيلة لأحد إلا حاجها. جيه بس نخلص من حكينا الآن. أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه إشارة. القلم كلام ما يخلص أبدا ما يخلص، ولكن أنا أفتح لك الأبواب وإنت هناك تعلق وتشقق في مذاهب فكرك. روح أشرك وغرب. فتجي الآن إلى هالبيت العريق. ليش قالوا عريق؟ العريق عمي مو بالثويبات ولا بالتفخفخ، عريق وين ما تجي كلها دعاة للحق، وين ما تجي. إذا دخلت على الرجل منهم ملك اللب، علما تواضعا تقوى سخاء، والزمن ترى مهما كان ترى به شوية سوق رايجة، أكو سوق رايجة، لأن ترى الزمان يتلون وإلى السلاحات، يمر زمان يصلحون على أن الشرف كل الشرف. من مثلا من إذا تحصل على وفر من المال قسم على العشيرة، وهذه عادة العرب غير، إذا دخل على ملك من الملوك وأعطاه مثلا بدرة، البدرة ينادي رجال الحي كلها، شوف العرب ينادي الأحياء كلها، يعني الحي كلهم قرابته. مثلا الآن دش عليك مليون، نادت القرابة كلها وقسمت عليهم، انت لما تقسم عليهم المليون تشفتهم بايدك لو لها
لكن لو جبت المليون وطولت بيه علي وسجنتني يوم، لو هدمت بيتي مثلا، مشكلة لو لا؟ هذا قانون عند العرب قبل الإسلام، يحصل مال قل أو كثر جابه وقسمه على القبيلة على رجال الحي كلها، ولو نزل معهم دخيل، لو واحد مجاورنهم يعطونه. هذا الآن يحب جوارهم لو ما يحب؟ إذا مثلا 10 قاعدين بالحي وشافوا رجل الحي هذا فعله، يجون لما يجون؟ إذا حصل 1000 ربية قسمها على الجميع، حصل 1000000 حصل على الجميع، 50 ناقة على الجميع، يقعد يقسمها ويأخذ لسهم آخر. أي هم لو لا؟ هذا العرب. وإذا جاء من يسود العرب، هذا العرب عندهم السلاح، بس احنا عندنا السلاح ثاني غير سلاح بالعكس. شاهد، يقعد معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية يصب ذهب، يصب مولانا لأنه ملي بالمال، العالم يصب عليه، بس يريد، بس يريد شوية يدنو من شرف بني هاشم ما قدر، مع أن يستولي على الحكم، يستولي على أمر الخلافة، يسيطر على دنيا الإسلام، لكن بس يريد يسيطر ما قدر. فقال في مجلس له: من أولى الناس بالخلافة؟ الناس بعد يريد يطيهم لقمة غيره، أنت يا طويل العمر، أنت يا قصير العمر، من أولى الناس بالخلافة؟ قالوا أنت. قال له: أولى بالخلافة علي الأكبر. وما يفهموها وما يفهموها. يقول يعني خصال الأنبياء، خصال أشراف العرب، خصال الخلفاء، خصال السادة، كلها بعين الأكبر. عجبها، ترى عجوبة، ولد يجمع هالخصال كلها، عجوبة والله عجوبة. لكن احنا نتشبعد لغتنا دواما نقدم أوصاف عين الأكبر، لكن عجايب. ولد خلي قضية 18 سنة نقول عمره 25 سنة، لكن يجمع هالخصال عجائب. وعلي الأكبر إله رتبة، أخاف أقول لك، ها لعلي الأكبر رتبة من الحسين مثل رتبة سلمان، ما أدري رتبة سلمان أجل ما أعرف شلون، لأن سلمان احتمل علم لو اطلع عليه غيره لكفر، علي الأكبر احتوى على علم يحمل أسرار. وتعرف الأسرار ولا لا؟ أمسك الآن. قال رجل للحسين بن علي سلام الله عليه، ترى تسمح لي، ها تسمح لي يعني بالنسبة إلى أداء الحق، اليوم تاسوعة وغدا عاشوراء، وفيه يؤدي حق الولاء لآل بيت محمد، ونسأل الله أولا القبول، وأن نكون من حزبهم وأشياعهم، وأن لا تخلو يدنا من يدهم، وأن لا يفرق الله بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين، وأن يعيدنا إن شاء الله على أحسن حال. الأسرار. قال رجل للحسين: مولاي، ما هذه الأسرار؟ قلتم سركم لا يحتمله إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن امتحن الله. امتحن الله يعني جربوه المرة بعد المرة، دخلوا عليه تحسينات يعني مثل سلمان، أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، فأرنا هذا السر. رونا يا إيه راضي قنعهم ما قنعوا، قال هلموا، فولج معهم المخدع، بس المختصر، فخرج منهم رجل أبيض الرأس واللحية، دش شعر أسود طلع أبيض، آخر انفقأت مرارته ومات، الثالث خرج يبرأ من الحسين وأبو الحسين وجد الحسين. إني لأكتم من علمي جواهره، قول الإمام السجاد، يعني معناه يقول والله لو أخبرت الناس بما أعلمه من بعض آيات القرآن لكفروني ولقالوا رحم الله قاتل علي بن الحسين.
سجلت. وهذا هالولد يحمل أسرار اللي تشيب اللمة وتفقع المرارة، يشيل أسرار إلى أن بلغ بدرجة، يا الله بلغ بدرجة قام يزاحم الأنبياء، يزاحمها الولد هذا الأنبياء، منه إبراهيم الخليل ومضرب مثل عدنا وإسماعيل والسلالة من إسماعيل غير. يقول له إني أرى في المنام إني أذبح، وقال له افعل ما ترى. علي الأكبر يقول له ألا أصنع على الحق؟ قال له بلى يا ولدي. قال ربنا عدل. قال له أبشر بنا لا نبالي بالموت، محقين وقعنا عليهم وقع علينا، هجموا علينا احنا هجمنا، ما نبالي إذا ضربنا عدل. هل بصير شنو عنده؟ هل إيمان شنو عنده؟ هل علم شنو عنده؟ هل يقين القاطع شنو عند هالولد هذا؟ ترى بسنا من الحج الواجب وما نقدر نخلص فضائل علي الأكبر. لا والله مثل البحر، ما دام فضائله تستمد من آل بيت محمد. لا عمي هذا بحر، بحر جرار الأكبر هذا الأكبر. وهالإيمان شلون هالإيمان؟ شاهد إيمان بساعة الساعة إيمان عمي، رب أخلاقها يمكن أخلاق بساعة الساعة مرتاح متونس، هاي يسمونها رجل خلقي غير، لكن أخلاق في ساعة ضيقة شنو عمي؟ العالم كله ثغر، تعرف الثغر لو لا؟ يعني العالم كله جبهات حربية، وين ما يجون جبهة حربية، وين ما يتوجهون جبهة حربية للحسين وآل الحسين ومتعلقين بالحسين، وهذا يتونس يقول له ألا أصنع على الحق؟ راح يضايق، راح يضايق الأمر أكثر من هذا، يضايق يضايق الأمر. وإذا هالولد يا الله والله طالما أقولها شلون من ولد هذا؟ قال أصبح في الطف منبع نور، أصبح منبع نور، يعني عندها هذا هالولد من جسده يطلع شعاع، شعاع المعركة كل هذا. يقول هالأجساد هاي كلها قام يلقي عليها هذا، قام يلقي عليها لمحات ولمعات وأشعة. هذا هالولد عمي عظمة 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 هذا الولد. ساعة الضيقة التي ماكو أضيق منها، وهي الساعة التي خلت الخيام من الأنصار ومن آل علي ومن آل عقيل، يعني أخوة الحسين راحة، أولاد أخو الحسين راحة، وأولاد عقيل راحة، وأولاد جعفر راحة. وتقدم علي الأكبر وتجلى بطلعته، وإذا مولانا لازم على شكيل جواده، ووقف بين يدي أبيه وطلب منه الأذن للمباركة. وقف تقول سكينة بهالوقفة هاي، نظر أبي إلى ولده كهيئة المختبر، يعني شلون؟ يعني العين هو. عين الحسين غرب، المختبر عينه تغرب، يقول نظر إليه وغربت عينه. بس هالولد الذي بخلي الحسين جامد ولا من الحسين صادق؟ حسكت من الحسين سوت عني؟ النساء تصوروا على أن الحسين راح يموت له محتضر. شوف هالولد هذا بهالقامة بهالجمال بهالصفات، ويطلع من إيدي ويمشي وأشوفه مقطع. والعمي وإذا بالنساء، وإذا بالنساء خرجنا يجررنا لذلك يعني، وتمسكنا به جودوه، يعني هاي تحضن هاي الجودة إيده، هاي شاكة بالعشر. وهن يقولن علي ارحم غربتنا. مولانا ثواب للمؤمن إن شاء الله. علي ارحم غربتنا. وين رايح يعني؟ ترى عقبك احنا بنعود بيد العدو، ترى موتك جاي أسرع على الحسين، على أبوك يموت، أسوأ أبوك يموت. وما سبق أن بنات الرسالة تمسكنا بشاب وقلنا ارحم غربتنا، ما قالوا لحد إلا
علي الأكبر قالوا ارحم غربتنا، يعني معناه لا تطيب حياة أبيك بعدك، أبيك بعدك رايح أبوك موت عليك. وإذا الحسين سلام الله عليه بعد أن أخذت الدموع تصب على كلمته وعلى التفت إلى من؟ إلى أخته زينب. مجيدة عليها برق قالها أخي دعي ولدك تخلي يا بعض تراح تخلص. شال إيد أخته برق قال أخي دعي ولدك. هذا إمام شال إيدها وانكبت على وجهها. ما تقدر تصلي بعد مرة ثانية، لا تقدر تفارق الأكبر ولا تقدر تمجدها الآن. أمر إمام شال إيدها وطاحت على وجهها. زينب هاي هطود، هذه هطود لها على وجهها طايح. خيام كلثوم وشال إيدها قال دعي ولدك. صف زين وكل وحدة الذي ياخذ الحسين إيده ايدها من علي الاكبر تطيح تتمرن. عمي واذا النساء حواسر سويت يا اكبر. انا لله وانا اليه راجعون. قال الحسين اخي زينب ام كلثوم سكينه شاه جنان رباب دعوا ولدي فإنه ممسوس في الله ومقتول في سبيل الله. خلوه له علاقة مع الله قوية، خلوه رجل مقدس، دعوه فقد دعاه ربه، يعني هذا معناه. وعلي الأكبر يعرف شنو محله، لكن عمي أذن له أبوه، لكن تجلى بطلعه كطلعة حيدر وجمال كجمال محمد وباش كباش الحمزة. الله أكبر. وإبا وشمائك الحسين، هذا شلون يمشي هذا؟ الله يساعد قلبها الأم اللي بتشوفها الولد هذا بهالكفاح، يساعد قلبها عشان تموت. مش علي الأكبر يا عمي هذا الحسين، انت يا حسين جاي تشيل ايد العلويات من هالولد وتقول دع ولدي تقعد مكانك؟ العلي الأكبر مشى واذا الحسين يمشي وراه. وقد رفع سبابته وكريمته الى السماء ودموعه تجري وهو يقول اللهم اشهد عليهم بموت عليه، اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه ولدي علي، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقتلوننا. ثم قال ما لك يا ابن سعد؟ قطع الله رحمك وسلط الله عليك من يذبحك بعدي على فراشك كما قطعت رحمي من هذا الغلام. ثم تلا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. واندفع الولد إلى الميدان توسط الميدان وتوسط الميدان وما أجل جيش هالموجة شنهي؟ قال ما أجل جيش ووصل إلى المضارب، يعني مراكزهم خلاها وين؟ جحت الجيش إلى الخيام. شكوا قالوا إليك يا ابن سعد هذا حيدر الكرة. أيوة. يعني طلعت الأكبر طلعت علي وحملات عمي، بس هذا شلون هالولد؟ ركز رمحه في الميدان طلب المبارزة
فلم يبرج لي أحد، لكن عاد يحمل على القوم حملات كحملات حيدر. قلب الميمن على الميسر، والميسر على الميمن، والقلب على الجناحين. دارا كدوران الرحى، حصدا كحصد السنبل أو كالنار في الحطب. وهو ينادي أنا علي بن الحسين، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. أضربكم بالسيف حتى ينتني، أطعنكم بالرمح حتى ينتوي. ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. حتى ضج القوم من كثرة القتلى، قتل من الشجعان شجعان المشار إليهم 120 بطل، والشجعان بعضها على بعض تتكردس خوف من هذا البطل الذي تملك الميدان. لكن عمر بن سعد لما رأى فعل علي الأكبر وأن القوم ينهزمون من بين يديه وينجلون كانجلاء السحاب إذا هب فيها الريح العاصف، دعا بطارق بن كثير. طارق بن كثير رجل بطل من الأبطال، ممارس مجرب، جل اخرج لهذا الغلام واكفنا أمره. جل يا ابن سعد أنت تتولى ولاية الري وأنا أخرج إليه، اخرج إليه أنت وحاربه إلا أن تضمن لي إمارة الموصل. جل لك إمارة الموصل، قال أنطيني ضمان. أعطاه الخاتم رهنا على الوفاء. عمي قال لي أربعة أولاد، أربعة أولاد. قدم أحد الأولاد، الفارس واقف راكز رمحة بالميدان، تراه يجول على ظهر جواده كالريح العاصف ويتناول الرمح. فبرز إليه أحد أولاده، عاجله بطعنة، قال خذها طعنة حيدرية وأنا ابن الحسين. داخل شيء بعد، ما عدنا بعد أي حياة داخل. برز الآخر ألحقه بصاحبه، برز ولده الثالث جد له، برز الرابع عرده، فبرز الملعون كأنه الجبل. لكن ابن الحسين يريه صغار نفسه، ركز الرمح في الميدان وأخذ يدور يفتر مولانا، والجيش قحمه مضاربه. الميدان على حساب ابن الحسين. فبرز طارق بن كثير. حياك انا منصور بن حجي منصور. فبرز اليه طارق بن كثير فثبت له الاكبر، لكن زجر الجواد كالبرق واجتاز على الرمح واقتلعه وعجله بطعنه، قال خذها طعنة حيدرية وأنا ابن الحسين. ما جاء الجيش، علموا أن لا طاقة لهم بمقاومته، ودعا بالمبارزة، ما برز عليها أحد، ولكنه تقحم الجيش، حمل على الميمنة قلبها ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب جناحين، دارها كدوران الرحى. يعني هالجيش خلاه يلعب يفتر، فر الجيش ابن حيدر سلطان. قام يتفنن بالميدان ابن الحسين. عمر بن سعد بعث الى بكر بن غانم، قال اصغار بقدري اني احمل من الامير صدق الا ابارز الا الحسين. قال يا هذا اذا بارزته بارزت بطل. قال لا الله لا ابارز الا حسين. كان الملعون بطلا مشهور يعد بعشره الاف. الا ان علي الاكبر، عمي علي الاكبر حقائق، طلع حقائق، وهنا سباق المضمار وهنا تعرف الفضيله. الأكبر في الميدان يجول، لكن الميدان كله فارغ. أنا أحكي لك وتقول يمكن أعظم، جنابك شايف الخيام وين؟
وشايف صيحة الأكبر وين؟ شوف كربلاء كربلاء، شوف صيحة الأكبر وين؟ شوف المسرح وين؟ الله الولد ايش سوى هذا؟ ايش سوى بهالجيش لعب به لعب؟ قام يتفنن حمل على الميمنة قلب ميسرة والميسرة ميمنة والقلب ناحي إن دارها كدوران الرحى ابن الحسين إلى أن تقحم مضارب العدو ومر مولانا كأنه البرق الخاطف اجتاز على صيوان بكر بن غانب رجل رئيس عند صيوان مر على الصيوان الصيوان مولانا مبني عليه على البيرق بيرق رفرف اجتاز عليه كالبرق ومديده على البيرق هزه واختلع الصيوان يا صائخة ريح صرصر شنهاي قالوا لهذا الشاب الذي ندبوك لمبارزته فغضب الملعون وأفرغ على نفسه درعا سابغة وتقلد صمصامة يعني سيفا شهير وبرز إلى الأكبر الحسين سلام الله عليه واقف وينظر إلى حملات ولده ووجهه مسرور ليلى عينها بوجه الحسين سلامة ولدها بسرور الحسين سكينة واقفة إلى جنب أبيها وتباوع أخوها شي يسوي بالميدان مسرور أسف أسف عطشان ثلاثة أيام قلبه مولانا حار والله أسف شوف أخوها بالميدان وإذا قد برز بكر ابن غانم كأنه قطعة جبل لكن علي بن حسين عرف مقامه عرفه شجاع فأعطاه حقه فثبت له الأكبر مولانا إجد ذلك الملعون كأنه الجبل وصوته كالرعد لا يمر بحجر إلا قده ولا شجر إلا قطه شنو هذا البطل الطول ثبت له الأكبر لكن تغير وجه الحسين قالت ليلى سيدي قتل ولدي قال لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه منه ما الذي أصنع سيدي لا قرار لي قال يا ليلى ارجعي إلى خدرك وانشري إشارتي واسأل الله في سلامة ولدك سمعت من جدي رسول الله يقول إن دعاء يا راد إسماعيل لا هاجر يا راد يوسف يا يعقوب انتج إلي ولدي عليك وقعت مغمى عليها إما الأكبر فثبت إلى بكر بن غانم ودارت بينهما ضربات وعلي بن حسين كالبرق يروغ عن الطعنة والضربة سكينة واقفة وتشوف إلى حملات أخيها وجولاته وصولاته لكن بينما هي كذلك وإذا تشوف بكر بن غانم ضرب بالسيف عرض على أكبر إجا السيف عرض لما إجا السيف عرض المفروض أنه يكون يفري الأكبر لكن الأكبر سبق السيف وصار حزام لبطن الجوار سكينة شافت بريق السيف لكن فقدت أخها وعلى رأسها واحد وآخر قتل أخي قال الحسين بني لا بأس على أخيه نعم وإذا الأكبر قد عاد على ظهر جواده كالصف بكر بن غانم من شدة الزحام انفتق الدرع من تحت إبطه أراد أن يعاجله بالطعنة إلا أن الملعون ضم الفتق إلى صدره لكن شاغله ابن الحسين وجرت طعنات وضربات إلى أن اتضح له الفتق عاجله بطعنة قال خذها طعنة حيدرية وأنا ابن الحسين
لكن رجع بأبي وأمي إلى الخيام. حق هذا الآن حق يستقبلوه ينزلون عليه حصانه يرشون عليه الماء. رجع بصيد الملوك أبا الجائزة الجائزة يا مش الجائزة قال لها أبا العطاس العطاس أدركني يا أبويا وجيب لي قطرة مية رفرف على راسي تراقي يا حسين يا اللي من تمسك بك ما خاف يا رفض الوافد ومن وداحي الباب أريد قطرة ماي قلبي من العطل قلبي من العطش دار غارت عيوني واغلى من وادي علي قلبي ودمع العين فوق الخد همال ابشر يا عقلي كان من بيتر بتكرار وكان تظلم معي قليل يسقيك جده شرب منك من حوضه شربة لا ظما بعدها بناي ابن من يدنا منه ضع لسانه في فيه يقول علي الأكبر وجدته كعين ماء فارتويت أراد أن ينقلب إلى الميدان قال الوين يا ابني ادرك أمك ليلة روح لها روح أقبل ليلى إلى الخيمة وإذا بأمه ليلى مغمى عليها جلس عندها وضع رأسه في حجره وضع رأسها في حجره ودموعه تتقاطر فاقت رأسي في حجر من؟ أنا ولدك يا علي فتحتها مرحبا بنولايني الحمد لله الذي أراني إياك سالم احتضنت الولد قرت عينها بسلامته لكن ساعة وإذا تسمع استغاثات الحسين أمام الناس قبضت على يد ولدها قالت نور عيني أنت عزيز ولكن أبك الحسين عز من لقد قطعني قلبي استغاثاته انقلب علي الأكبر راجعا إلى الميدان الشيعة محبين دعا بالمبارزة ما برز إلى أحد حمل على الميمنة قلبها ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين دارها كدوران الرحى حسدها كحظ السنبل أو كالنار في الحطب وهو ينادي أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن منكش الرايات الشيعة محبين بينما ويقاتل قصر به منقذ من مر الأمد قال الملعون علي هاشم العرب لئن اجتاز علي هذا الغلام وهو يفعل ما يفعل لأذكلن به قلب أمه وأبيه أشد عليه من خلفه رفع الشيخ ضربه على رأسه الجواد من جياد خير فله المفروض ان الجواد يودي الاكبر الى الخيام واذا الجواد توسط بالاكبر في صنصوب الجيش شيعة داروا عليه هذا يطعنه برمحه
صدره على صدره وخده على خده وجعل ينحب نحب ملأ البيضة. وإذا الإمام السجاد خيمة وإذا يسمع نحيب الحسين قال عمه أسمع نحيب والدي في المعركة لا شك إلا أن أخي الأكبر حسين. يعني الحسين بن الخطاب شو يشيل الحسين من على جسد الأكبر؟ نور عيني أتأذن لي أن أنطلق إلى أخي الحسين؟ أروح لا أروح له؟ قال هذه الفرقة. خرجت زينة شابكة بعشر أناملها على رأسها قافدة إلى مصرع الأكبر تنادي وابن أخيا وثمرة فؤاده وعليه. الحسين على جسد الأكبر إذا يسمع صوت زينب قام عن ولده وأقبل إليها قالوا خيم دعي الخيمة لقد أنسيتني مصيبة ولدي. قالت أخي حسين أحب أن أرى ولدي الأكبر. قال له خيي ارجعي الى الخيمه وانا اتي به. ارسل اليك لكن قائلا بني بني على الدنيا بني قتلوك ومن كل ما عنده أراد احتماله لكن ما يمشي وقطع بيد أمي من طعنات الرماح وضربات السيوف الشوى بسط البرجة ووضع جسد ولده ولفه واحتمله على صدره وأقبل قاصدا إلى الخيام يصيح يا أهل الخيام يبقى عليك على الدنيا العفر. يا ابني يا شيبه المصطفى بعدك على الدنيا العفر. يا ابني يا شيبه المصطفى بعدك على الدنيا العفر. يا ابني يا شيبه المصطفى بعدك على الدنيا العفر. يا ابني يا شيبه
الحسين المصطفى يا ابني يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفو يا ابني يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفو يا ابني يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفو يا ابني يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفو يا ابني يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا ياشي بالليلة غرتك مصباح بيتي وانطفى ياشي بالمصطفى بعدك على الدنيا العفا ياشي بالمصطفى بعدك على الدنيا العفا منتفع صوتك بالنحب لما يوشب دم ألمة علي من الدرب شال والسدى وعن عينه كف الدمى يغسل جروح بدمعته ساخف بعينه للسما ينادي يا رب ابني علي مصباح بيتي وانطفى يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا اخوك وعيد وسه متعفر بحر الترب وعلى دجاجهم من وقف ما حد سمع منا النحب ومن شاف لاكبر من دجل خود الصبر قلبا شعب صاح وتعلت نحبته مصباح بيتي وانطفى يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا يا ابني يا الاكبر ونسك منها تفسك وجدي مدري يا قاسي فرقتك لو حالي وحدتي علي يا نور عيني للخيم صعبة وشديدة رجعتي لو طلعت امك وصرخت مصباح بيتي والمصطفى يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا وزينب يا ابويا عمتك لطلعت وزينب يا عمتك لطلعت تريد الخبر وقالت لي وين ابنك علي يقول يا نور البصر يا ولدي خفف ونيتك قلبي تألم وانفطر انت سرور سلوتي ومصباح بيتي وانطفى يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا يا ابني يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا ساعة ولندن عبدت العشرة عرات شبحت قوم المعارك وجهت والصيح والمدمع يكد يا ابن خيي صيحتك كل المصايب هونت ويلا يا شب مهتنا ومصباح بيتي وانطفى يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا يا شبه المصطفى بعدك على الدنيا العفا من سمع صوتك تندهش من سمع صوتك تندهش والولد عاف على الثرى ونادى يا زينب ترى ونادى يا زينب طلعتك نسيتني ولادي ترى ردي الخدر يا مخدره ساعه وتروح ميسره
تنشدين عن علي مصباح بيتي وانطفى. أبني أشم المصطفى بعدك على الدنيا العفا. أبني أشم المصطفى بعدك على الدنيا العفا. أراد هوهي أراد هوهي تخفي النحب. راجع وهي تخفي النحب وشابت منها مفتسة. ورجع أمي الأكبر بالعجل عزل بحجرة وسادسة. وبس فارقت روح الولد جمع وصالة بردسة. شال ونده ليلة طلعي مصباح بيتي وانطفى. يا شيخ المصطفى بعدك على الدنيا العفا. يا شيخ المصطفى بعدك على الدنيا العفا. راجعه وهي تخفي النحب وانشبت منها مفتسه. ورد يمي الاكبر بالعجل عدل بحجره وسادسه. وبس فارجت روح الولد جمع وصال بردته. شال وندى ليلة طلعي مصباح بيتي وانطفى. يا شيخ المصطفى بعدك على الدنيا العفا. يا ابني يا شيخ المصطفى بعدك على الدنيا العفا. مرن يا ويل من الخيم كلهم بنات المرتضى. جارا على جنازة علي بقلوبهم جمر الغوى. وحدة تشد صبرته زينب الحورة تغمض. وليلة تصيح عند وهشة مصباح بيتي وبطوفه.